ان شاء الله بتنتظر مواجهه مع منتخب الكونغو الديمقراطيه، واحد من افضل المنتخبات. يمكن الحظ وقف امام منتخب الكونغو في المباراتين الماضيتين، بتعادل في المباراه الاولى وتعادل ثاني امام المنتخب المغرب في المباراه الثانيه. كان يستحق منتخب الكونغو الديمقراطيه الفوز في المباراتين. فمنتخب مصر في حاله ان هو كونغو هيواجه تنزانيا النهارده وهتفوز، يعني اعتقد هتفوز يعني بالظبط، وهتتاهل لمواجهه منتخب مصر، مباراه صعبه جدا. طيب خلينا نكمل المجموعه الرابعه. للمجموعه الرابعة طبعا دي فيها مجموعه المفاجاه، يعني أيوة. انجولا متصدره المجموعه، واعتقد ما حدش كان متوقع ان انجولا تصدر المجموعه، وطبعا تالق مبولولو في البطوله واحرز هدفين، وطبعا متصدرين المجموعه بسبع نقاط، والمركز الثاني بوركينا فاسو باربع نقاط وموريتانيا، وهي بالنسبه لي بالرغم طبعا ان في منتخبات كتيره حصان الاسود، لكن موريتانيا بالنسبه لي هو الحصان الاسود، لان ما حدش كان متوقع ان المنتخب الموريتاني يكسب المنتخب الجزائري. ومنتخب الجزائري فوز عريض بالظبط، ومن ضمن المرشحين عريض. يعني على الاقل الجزائر لعبت جيم كويس جدا بالمناسبه امبارح، لكن في النهايه الثلاث نقاط دول اهلوا مبدئيا موريتانيا. منتخب موريتانيا الصعود الاول في تاريخه يعني في البطوله، ويمكن امبارح المحلل الموريتاني اللي كان بيحلل او كان موجود في استوديو الخاص بالمباراه لما بكى قال كلمه يعني صعبه جدا، قال احنا كنا كل بطوله بنقعد نختار المنتخب اللي هنشجعه، سواء منتخب مصر او منتخب المغرب او الجزائر، احنا الاول مره بنشجع منتخب بلادنا والاول مره منتخب بلادنا في دور ال16. وبكى تاثرا طبعا، امبارح كان يوم حافل بالمشاعر، منتخب سوريا ومنتخب فلسطين منتخب موريتانيا، كل دول صعدوا لاول مره في تاريخهم لدور ال16، وكلهم بالمناسبه بلدان عربيه، يعني نتمنى لهم التوفيق يا رب في مشوارهم. طب نكمل طريق المجموعات او متابعه المجموعات اللي بعد كده. منتخب مالي مجموعه طبعا بتهم الجمهور النادي الاهلي بشكل كبير، المجموعه دي هتحسم النهارده، هي هتبدا كمان دقائق يعني بسيطه جدا يعني. منتخب مالي في المركز الاول تعادل، المواجهه الاقوى طبعا ساوث افريقيا او جنوب افريقيا في مواجهه تونس علي معلول. يعني يمكن مجموعه زي ما بقول لك يا احمد بتهم جمهور النادي الاهلي شويه، لانها بتاع يعني تونس التعادل لا يكفي، تونس ما عندهاش بديل التعادل خرجت على طول غير المكسب. فمنتخب مالي، منتخب جنوب افريقيا، ومنتخب ناميبيا، وفي المركز الاخير منتخب تونس، يعني مجموعه شبيهه شويه بمجموعه الجزائر. الاربع منتخبات عندهم فرص طبعا بالظبط. الاربع منتخبات، ولكن انا بشوف ان الحظوظ الاكبر في المجموعه لمنتخب مالي ومنتخب جنوب افريقيا. التعادل يكفيهم هما الاثنين. بالظبط، يعني تعادل مالي هتلعب مع ناميبيا، تونس هتلعب مع جنوب افريقيا، اذا ما انتهت المباراتين بالتعادل ده معناه خروج تونس بره البطوله، بره الحسابات خالص. وناميبيا اعتقد ممكن نرجع لناميبيا رصدها من نقاط اعتقد ثلاثه كسب تونس يبقى تتاهل، لو تعادلت تتاهل كافضل. اتوقع ان تونس هتكسب جنوب افريقيا النهارده، تونس اذا كسبت جنوب افريقيا تاخد مركز ثاني. مظبوط، جنوب افريقيا تنتظر نتيجه. مظبوط، يعني لو تونس كسبت جنوب افريقيا مباراه النهارده، ونتمنى التوفيق لاشقائنا في تونس، تدخل تاني بمركز برصيد اربع نقاط. مظبوط، تعادل مالي مع ناميبيا يقصي جنوب افريقيا. بالظبط، يعني تطلع جنوب افريقيا بره المجموعه هتقعد مباراه جنوب افريقيا وتونس ضرب نار. ضرب نار طبعا، ضرب نار. بس انا اختلف مع احمد في مباراه مالي وفي مباراه ناميبيا. لا جنوب افريقيا وتونس، انا اعتقد ان منتخب جنوب افريقيا هو اللي هيكسب. تونس مش يعني ما عندهمش حلول خالص. يعني يمكن الجزائر خرجت بمستوى سيء، ولكن قدمت يعني امبارح بالاحرى امبارح عملت عرض كويس شويه، ولكن تونس في المباراتين تونس خسرت من ناميبيا وتعادلت مع خالص في ارض الملعب.